قولوا لحادنا يمر بينا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن، والله لروي قبر خويا بدمعة العين، يا ليت فوق القبر تحضرني المن. يلا يلا مشتاق الى الزيارة، وحرج على قبر الشهيد وصار لنيا والعابد السجاد من فوق الجمل، وزينب تنادي آه يا عزين قضورة، خرت على قبره ويتامها سوي شتسوي نوب تقوم ونوب توقع والدمع سائل يجري على خدها وبس تصيح بالوقت، وهوت على قبره وبقيت لترابه تهيل وتصيح شوفوا باب قبر حسين لي، ظلت تنادي يا يتامى ويا نساوي هيل وتراب القبر بدخل بنظر حسين، بنظر تشفل لو بقى من غير واسكن مع ولاريد هالدنيا الدنيا، وقومت على اخوها ابو فاضل تنادي دق عيد يا من قطعوا على جوده ايادي، ما اظن يا اخويا الشام ترضى نطب الوادي، يا كرام ما تاخذكم الغيرة عليّ.